أخواتي مرحبا بكم على قناة أم أماني. إن شاء الله الكل في تمام الصحة والعافية. دائما مع سلسلة حلويات الأعراس والمناسبات السعيدة أدامها الله على الجميع. اليوم بإذن الله راح نحضر مع بعض لتارتلات بريستيج بذوق الشوكولا، حلوى رائعة الشكل والمذاق. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم. نبدأ على بركة الله بالمقادير. راح نحتاج إلى 250 غرام زبدة أو مارغرين بحرارة المطبخ، نصف كأس من السكر الناعم، حبة بيض كاملة وصفار حبة بيض، 2 ملاعق كبيرة من الكاكاو وفرينة أو طحين على حسب الحاجة. بالنسبة لطريقة التحضير، راح نخلط كل من المارغرين مع السكر الناعم وكمية البيض. نخلط هذه المقادير سواء بالخلاط الكهربائي أو باليد حتى نحصل على خليط كريمي. نضيف الآن كمية الكاكاو ونجمع بالفرينة حتى نحصل على عجينة تكون متماسكة وفي نفس الوقت طرية نوعا ما. إذن بعد ما شكلت العجينة نقوم بتشكيلها في هذا النوع من القوالب، إن لم تتوفر ممكن استخدام أي شكل آخر. راح نأخذ كمية من العجين ونبدأ بتشكيلها داخل القالب. دائما نستعين بكمية من الفرينة ننزع العجين الزائد على الأطراف. إذا بعد ما شكلت العجينة في القوالب بهذا الشكل نقوم بإدخالها لفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجة، ومن الأحسن قبل وضعها في الفرن نقوم بوضع كمية من الحبوب الجافة داخل العجينة لتجنب انتفاخها أثناء الطهي. ننتقل الآن إلى الحشو. بالنسبة للحشو عندي طبقتين، الطبقة الأولى عبارة عن فلوتين مع كمية من شوكولاتة الطلي. راح نخلط فلوتين مع شوكولاتة الطلي، راح نحصل على طبقة مقرمشة. بالنسبة للطبقة الثانية عندي 100 غرام من الشوكولا، قمت بإذابتها على حمام مائي. راح نضيف لها حوالي فنجان من الماء الساخن، ونخلط جيدا هكذا، ثم نضيف نصف كأس من كراميل طوفيا إذا قبل ملء الحلوى. نحتاج إلى كمية من لاجولي أو الجليكوز لنضيف له كمية من الماء وندهن على الأطراف. ونضعها في هذا الشوكولا متوفرة في الأسواق. كنوع من التزيين على الأطراف هكذا، ثم نبدأ بوضع الطبقة الأولى. هذه الطبقة المقرمشة عندها ذوق رائع. إذا بعد ما برد الحشو أخواتي، الحشو الثاني راح يكون بهذا الشكل. نضع الطبقة الثانية من الحشو
بالنسبة لي التزيين راح نزينها بهذا الشوكولا. ليه شكلتها بهذا المول متوفر في الأسواق. هذه هي الحلوى اللي حضرتها معكم اليوم أخواتي، اللي هي تقتلات بذوق الشوكولا بطبقتين من الحشو. حلوى رائعة الشكل والمذاق، مناسبة كما قلت لكل الأعراس والأفراح والنجاحات، أدامها الله على الجميع. هذا شكلها عن قرب. أنا هنا زينتها بهذه الأزهار اللي حضرتهم بعجينة السكر، أكيد التزيين اختياري. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفات جديدة بإذن الله.